يب يا حلوين مثل ما انتم شايفين اليوم معنا 19898 جوهر حبيبي والله هيك لك زولي كتير منيح اليوم يا شباب راح نحرق جد جد معلم اشوف العدسه الموجوده كل الاشياء الموجوده لهيك معلم قبل كل شيء صلى على النبي حبايبنا الكرام كيفكم ان شاء الله بخير ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس رجعنا لكم مقطع جديد اساطير مثل ما انتم شايفين اليوم شباب عندنا اكثر من شيء اكثر من حدث ما حرقناهم شباب اليوم راح نحرق جد جد معلم باقي الجوار موجودين وين معلم كمان اوكي لهيك جهزوا لي حالكم خلي الوضع ريلاكس نقول بسم الله ليتس جو شباب حبايبنا اوكي عندنا احداث كثير هون حبايبنا عندنا هون الركن اللوير شباب عندنا هون اثنين حدثين شباب ما جبت معنا اقلام شباب هاي الطياره هاي معلم والطياره شو يا اخي لك شو سبب هاي تبيت بابا نويل يا اخي شو هي ليك شباب خلينا نعمل ركز شوي نعمل هالشيء اول شيء طبعا نشوف شو في معمول لازمنا نجي لهون نعمل كونفيرم معلم هاي بالنسبه لاول حدث طبعا عندنا هون كمان القبضه شاب ما جبتها كمان تمام راح نجيبها كمان حبايبنا الكرام باللوز نعمل اول لفه معلم طبعا شباب اليوم الجاي راح نحاول شاب يعني ننزلكم شيء جديد يعني نعمل مثلا اكثر من حدث بمقطع واحد شباب اوكي يعني مو مثلا يعني كل مقطع نزلكم عند العجله ما حسب نشوف المهم شوف 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 يلا روح شوف سمعنا معلم يلا ليتس جو على خلينا نشوف نلف معلم ليتس جو اللي يا اخي انا بعرف حظي معلم بيض بعرف حظي بيض شوف هل كم راح يبقى من هلا 20000 جوهره معلم كم باقي ورد لا 16800 خلص معلم نشوف يلا روح ايه تمانو ويلي يا اخي تمنيت مره معلم لا والله شباب مرات طلع لنا الشيء من قبل ما اخر لفه طلعنا معلم مو ما طلعنا باللوس طلعنا هات نشوف معلم اللفه الاخيره لا يا اخي ما نزل يا الله يلا اول وحده معلم نعمل هون نفتح هالطياره بس ولك شايف في يوم مسكين معلم الصراحه شيء بالله خلينا بس نعمل هيك نشوف هي الرخصه معلم كيف شكلها لما بيدخل لا مو هي هذيك شباب نجي لهون في هون الرقص او اللي هي نظبط عملنا لها اكيب اوكي هي انيميشنات هي شباب خلينا بدنا نطلع على السكواد شباب هيك بيصير تفرج الله عليك يا جميل الله عليك شوي نطاط شوي حركات خلاص باللوز تفرج والله الصراحه كثير حلو تعال نطلع لبرا ونرجع نشوف من اول جديد روح يا جميل روح الله لك شويك يا سلام اوكي معلم هيك بيقول حركنا اول شيء الان شباب رح نتجه على الطرف الثاني شباب ما طبعا شباب طول بالك شوف لي ركزوا هون يا شباب عندنا متجر هكر الصراحه هذا السكين معلم ما بعرف يشبه سكنات البرازيليين هذول تبعت السروال البرازيلي نفس الجاكيت هيك شباب رح نشوفهم مع بعض ما تشوفهم خلي جايينك رح نرجع لك معلم طولي بالك اوكي نجي لهون عندنا هون قبضه شباب قبضه الكبرى هي مو كبرى لا مو تشبه الكبرى تبعت الثلجات الموسم الشتويه معلم هي ما حصلنا عليها معلم اوكي لازم تسوون شوي شو لازم اعمل اوكي لازم اختار وال شو هذا الشيء لازم صح اختار هذا هي كمان ما عندي هي نعمل كونفيرم نختار دول تنتين باللوز نعمل كونفيرم حبيبي والله متجر موكو هات لنشوف معلم متجر موكو كيف وضعه معلم هات لنشوف ايه طمانه معقول طلعنا باول لفات شباب لا يا اخي اي عنا يا اخي ليش عم يعطينا اياها يا اخي شو هيك هات لنشوف روح حبيبي والله نفتح هون ليتس جو ايوه بيض معلم بيض يا اخي بعرف معلم لازم تتف اوه حصلنا على هذه الكاتانا معلم حلو كثير حلو كاتانا شو اسمها هي معلم كوندوكا معلم كاتانا كوندوكا اوبا جبت قبل اللفه الاخيره يا شباب يا سلام عليك شباب قبل اللفه الاخيره معلم شوف اللفه الاخيره الله يا اخي والله هيك معلم الحظ الفتره الاخيره باللوز خلينا نشوف القبضه يا شباب على السريع التمانو نجي لهون شو في هون لا فكرت طلع شيء يا اخي غريب هون هيك بالاسلحه هون شيء دبوره هي المربع معلم ما ينزل شيء جديد مثل هيك شايفين معي هون وهون هون هي شايفين اوكي anyway. هون بيكون جبنا هاي بس يا اخي هي والله في منها بتشبه لها يا اخي بتشبه لها هي لا والله فكرت بشبه والله بشبه بعضهم اوكي عندنا هون القبضه تبعت البويا هون عندنا هي القبضه هي اوه ماسك نسمع النغمات تبعتها بس نحط سماعات هات نشوف اوكي والله باللوز حلو ولا شب حان وقت الجميل الشباب اللي هو السكن الجديد تبع متجر الهكر يبا اوكي معلم خلينا نشوف لازم نعمل اول شيء نختار طبعا الجوائز مثل كل مره راح نختار طبعا الشخصيه عندي اياها هي نختار هي افضل هدول الجائزه الثالثه معلم شنو نختار يا الله يا اخي اي شيء
الشوتجنات. اوكي يلا روح حاطين معلم. عم بيعطينا الادم هذا هذا يعني عليه علي اللي عليه عليه بتصح يعني انه شيء مرتب يعني شيء كثير منهم كثير بلاعبين بيختاروا فيه. اوكي معلم هذا جيب السكين. اوه حزمه فارس الطائر يا سلام. قولي يا سلام عليك حلو جميل. شو هذا متجر فرسان مكتوب فوق ويا سلام عليك. اوكي شوف لا نبلش اول لفه شباب شوف حظنا طبعا شباب بالكبره طلعتنا هذا قبل اخر لفه لنشوف حظنا هون يا معلم. روح ايدي دور روح شيت مان والله عرفت عرف حسيت انه راح يطلعني هذا 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 البيض هذا المعلم شو اسمه مو البيض يا زلمه البيض يا زلمه اكل بيض المرافقين يا اخي اقسم بالله يا اخي حبيبي والله لف هات نشوف يا زلمه. اوه هلا هون يا معلم اللحظه اللي ممكن احصل على السكين قبل اخر لفه هاللحظات شباب يعني بلوس روح لف ايوه يا زلمه يا زلمه روح انقلع روح انقلع يا اخي روح انقلع يا اخي والله بعرف يا اخي بعرف بعرف حظي زفت حظي زفت. اوكي وين ما بقى في جوهر معلم روحنا 5000 جوهر راحوا ويلي 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 تعالوا تعالوا اللي يبي يدخل على السكين معلم شوف السكين يا اخي اهم شيء السكين معلم باللوز. شو هيدا شو هيدا شو هيدا الشعرات ثواني شو الشعرات معلم شو الشعرات معني يا شباب الصراحه يعني لحد الان ما في شعر او اي شيء او اي شيء شباب يعني يعني دخل في راس ما معلم انا متعود شباب تعرفوا حتى دائما الساكورا ما ساكورا بتعرفوا يعني حبيبي والله خليني اجي لهون نفتح الصندوق معلم مع ذلك خليني اجي لهون نفتح هذا نعمل له كيب بيب كيب بيب بيب كيب نشوف نشوفها من القرب شباب بتعرف تحبوا كثير تشوفوا السكينات بالقرب اوكي بس ولكن معلم حط له هذا الازرق معلم عشان يكون السكين هون هيك يكون التمام التمام معلم ثواني اوكي جيت لهون شوي هون هالمنطقه معلم عشان تشوفوا السكين على رواق وباللوز اللوز اوكي عندنا هون اول شيء السعرات حبايبنا تمام مثل ما انتم شايفين هذا السكين نشوف شو هي ترى بيخفي الورق بيخفي الجسم ولا الحقيبه لا ما بيخفي الحقيبه والله هالاجل معلم من ورا معلم هذا النسر ولا الاجل ايه نسر باللوز البنطال سوينا شو نعمل عشان نشوف شكل البنطال افضل او الجسم من الجاكيت حلو تمام خلينا نشوف الجاكيت شباب نحط شيء ثاني مثلا حط شوف البنطال على شو يطلع من يطلع والله البنطال معلم هذا السكين بيذكرني معلم بسكنات الاتاك اوف تيتن معلم لايك معلم تهون شوي لازم ظبط شعري معلم شوف حب على بالعاده شباب لا لازم اجرب على السريع على السريع شباب لا تاخذ راح نكمل الوضع بس نجرب على السريع شغله على السريع حط الوضع هذا اوه يا سلام عليك خلاص بس تجربه شباب هذا تجربه يعني بس فقط مشان يعني تمام اوكي انتوا ما توجعوا راسك تمام كل واحد يعمل بده يعمل تشكيلات على راس على كيفه اوكي خلينا نشوف السكين معلم بالتدريب على شكل سريع ليتس جو ليتس جو يا جميل متجر الفرسان حبيبي والله يا سلام عليك خلينا نشوف السكين شباب شوف الجاكيت هي هل هي ترى كبيره ولا روح روح باي حبيبي والله اوكي ول 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 شوف الافكت شباب ركزوا على الافكت شباب خلينا نعمل لكم زوم ركزوا على الافكت تبعه معلم يا سلام افكت نار حتى هي يعني حتى هي العيون طلعت معه باللوز معلم حلو خلينا نرجع نشوف على السكين معلم شوف السكين باللعب مثل كل مره نجيب ول شو ها اقسم بالله شو صار هون معلم تحس واحد ضرب علي سكايلر معلم ولا القايمه راحت اقسم بالله تعال هون خلينا نجيب البربر باللوز ندخل على التدريب نشوف الشباب ول كمان صوت التدريب شو عم بيصير هون؟ هات نشوف اح قول لي شو عم تعمل حجي؟ شو عم تعمل معلم؟ شو عم تعمل معلم بالتدريب؟ هات نشوف شوفي هون شو عم بيصير هون؟ يا اخي شو عم بيصير مع معلم هون؟ أبلا 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 والله الصراحة معلم السكين معلم ما يشبه شيء دمي أربعة يا الله قطني الوقت يا زلمي حلو هذا نجي لهون تعال هون تعال 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 عم بربر فيك تعال حلو 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 وين حتى القبضة معلم القبضة تغيرت صح سو اوكي حبايبنا الكرام هيك بكون كمان جربنا السكين شباب حرقنا الاحداث الموجوده باللعبه يا اساطير ان شاء الله عجبكم هالسلسله شباب اذا بتحبوا نكمل بهذا السلسله شباب يعني نجمع اكثر من حدث باللعبه مثلا ونعمل عليها فيديو بشكل يوم فيديو واحد شباب بنفس الوقت ننزل لكم فيديوهات ثانيه شباب مثل تسريبات وما تسريبات وكل شيء لايك حبايبنا ولا شو ده حد اسمي طلع فوق شباب ماجازين موكو طلع اسمي فوق على ركسو قالوا مين معي طلع اسمي فوق
طلع قول لي طلع لي انه انا اخذت حصلت على السكين معلم. حلو، ما اعرف اذا منكم بتلاحظ هذا الشيء شباب، بس طلع شو بده يطلع. قول لي معلم، هاي بيطلع الاسماء معلم اللاعبين اللي حصلوا على، قول لي باللوز. اوكي سو حبايبنا الكرام، هيك بكون تم مقطع لليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم المقطع، لا تنسونا بزر اللايكات والشيرات والبارتجات يا احلى ناس، وشيء كثير مهم اشتراك. ايه اشترك، اشترك، فعل زر الجرس وفعل كل شيء، وحبيبي والله بشوفكم على خير.